بشغلنا على الروبوتكس تول بوكس عشان تجهز الكمبيوترات الاكزام. رح ارجع على الانفرس كينماتكس بعدين. هلا احد الاشياء لازم نعرفها قبل ما ندخل على الروبوتكس تول بوكس، الطريقه الستاندرد الاصليه اللي طلعوها دي و اتش دينامتو هارتنبرغ كان اسمها ستاندرد دي اتش نوتيشن، مش الموديفايد دي اتش نوتيشن. في الكتاب هون بيستخدم الموديفايد دي اتش نوتيشن. موديفايد دي اتش نوتيشن فيها اذا بتطلعوا شوف السبسكريبت اللي هون والسبسكريبت اللي هون، ايش السبسكريبت اللي فوق؟ i minus 1 i minus 1. السبسكريبت اللي هون واللي هون i و i. فالطريقه اللي الاصليه ستاندرد ميثود كانت انه احنا ناخذ ثيتا i و دي i وناخذ الفا i و اي i والفا i. فستاندرد دي اتش نوتيشن بتاخذ هدول الاربعه، بعدين بتاخذ هدول الاربعه، بتاخذ هدول الاربعه، هدول الاربعه، بعدين بتاخذ هدول الاربعه، واخر تنين هدول بنضيف 00. اوكي. الطريقه اللي اسهل نستعملها واللي اسهل ندخل فيها على الروبوتكس تول بوكس نستعملها، لانه الفانكشنز اللي متوفره للستاندرد دي اتش نوتيشن اكثر من الموديفايد دي اتش نوتيشن. فاذا الستاندرد دي اتش نوتيشن بحمل هاي وهاي، هدول رح يكونوا 0. بضيف 0 و0 هون، فبلغ ال 0 و0 اللي موجودين هون، بضيف 0 و0 هون، بصير عندي هون بتكون 1 وهذه بتكون ثيتا 1 دي 1 الفا 1 اي 1 الفا 1. باجي على 2 بكون ثيتا 2 دي 2 الفا 2 اي 2 الفا 2 وهكذا. فبصير اخذ تنين من هون والتنين من هون، ما بيختلف اي شيء. يعني احنا نمسك هذا الجزء من التيبل نعمله شيفت لفوق بواحد، نلغي الزيروز التنين هناك ونحط زيروز 2 جداد هون. هذه مهمه لانه احنا راح نصير نبني في الروبوتكس تول بوك، راح نصير نبني هذول لينك لينك. في ستاندرد نوتيشن اللينك بتاخذ الاربع بارامترز هذول، فاللينك رقم 6 بتاخذ البارامترز التنين هذول والتنين هذول، اللينك رقم 5 تاخذ البارامترز هذول التنين وهذول، عفوا رقم 4 تاخذ هذول التنين مع هذول التنين، 5 تاخذ هذول التنين مع هذول التنين، 6 تاخذ هذول التنين مع 2 0. اوكي، والاولى نفس الشيء بهاي الطريقه. فراح احنا راح نشتغل على الستاندرد. اذا هذا الفرق ما بين ستاندرد نوتيشن، البارامترز كلهم نفسهم واسمائهم نفسهم، ما اختلف اي شيء، اي 1 لسه اي 1 نفس القيمه ونفس النوتيشن، بس لما ببني اللينك ما باخذ التنين السابقين والحاليين، باخذ كلهم بنفس الرقم بكون نفس النوتيشن. في سبب ليش الموديفايد، بس صعب اني اشرحه ليش الموديفايد افترضها جون كريك اسهل من الهاي. جون كريك هو اللي دخل الموديفايد نوتيشن. الاصليه من دي اتش كانت ستاندرد. اذا عندنا ستاندرد نوتيشن نستخدم فيها دي اي ثيتا اي 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 الفا اي للينك. الموديفايد نستخدم فيها دي اي ثيتا اي 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 ماينس 1 الفا اي ماينس 1. اذا هاي دي اتش نوتيشن رح نستعمل في الروبوتكس تول بوكس، رح نركز على ستاندرد نوتيشن. اذا ما ذكرت شيء رح يفترض انك بتدخل ستاندرد نوتيشن. في بعض انستراكشنز موجوده للموديفايد بالروبوتكس تول بوكس، بس معظم الانستراكشنز اللي موجوده زي مثلا 6 سبيريكال ريست 6 ديجري اوف فريدم سبيريكال ريست ما بتشتغلش غير على ستاندرد نوتيشن. اذا احد الاشياء اللي بدنا ناخذها الان، بدنا نفترض انه احنا عم نشتغل على ستاندرد نوتيشن.